القصة أكبر من الكف، القصة كيف بدي أشرح لك يا؟ هو ما بيحبني أسيل، أنا شو عم أعمل؟ أو وين بكون؟ ولا شو هي حالتي؟ أنا بشو حاسة؟ ولا بيهمه، عم تفهميني؟ ولا حتى بيسأل إذا مقهورة، كأنه أنا بنت غريبة عنه وما بيعرفه. خلاني حس عن جد إني مو بنته أساسا. مو معقول أبدا اللي حكيتي. الأبهات هيك دايما بيعملوا، هنن ما بيظهروا مشاعرهم الحقيقية، وأحيانا كتير بيكون زعلان وبيخبي الزعل بقلبه. بس إلي ما بيظهر لي هالشي، بس لابنه بيظهر مشاعره كتير منيح وما بيحرمه منه. هي عقدة الصبي مرض عند أغلب الأبهات، وصراحة ما له علاج هالمرض أبدا. خلص حصل خير. أسيل بلا ما نحكي شيء قدام حياة، بس تجي. أصلا البنت مو منيحة بلا ما نزودها عليها. لك طبعا ما رح نحكي شيء، بس ليكي يا عمري، ليكي شو رح قلك، نحنا كمان لازم نطنش شوي بقى، يعني على اللي صار. ليكي الخالات من شوي عملوا شاي وقاعدين برا على البرندة، شو رأيك نطلع ونقعد معهم نغير جو؟ اي ماشي، روحي انت. بدي اتصل بكرم لأنه عم يبعث لي مسجات من الصبح. اها طيب، تليفونك أول ما يخلص بتحملي حالك وبتطلعي لعنا. ألو، مرحبا يا كذاب، بعت لي 29 مسج من الصبح رح ينفجر موبايلي منهم. كيفك بيسان؟ شو صاير معك؟ خير إن شاء الله؟ حدا خبرك إني عم موت؟ لا أبدا، منين جاي بهالحكي؟ والله اليوم أنا تعبان كتير ومتوتر ومضغوط ومعصب زيادة، وكل الوقت بالي عندك أنت، فحبيت أطمن عليك. أنا منيحة وعالي العال وممتازة ما شاء الله. سوبرمان وباتمان ما نون شي قدامي، أنا أقوى منهم. أكيد ما في مجال للمقارنة. وفوق هيك يا بيسان، لازم تعرفي منيح إنه حتى الأبطال الخارقين عندهم مشاكل، وبلا هالمشاكل ما في بطل. البطل دائما مرتبط بالمشاكل، وهذا شرط. مزبوط حكي يا كرم، هنن كمان همومهم كتيرة. شوي هجموا الفضائيين وشوي رح يوقع نيزاك، وبالأخير بدها تنفجر الدنيا. بس دنيتهم ما بتنفجر بالآخر، بينقذوها بآخر لحظة وعلى طول بيحلوا مشاكلهم. هيك قولتك؟ طبعا هيك قولتي. بدي تحلمي فيني اليوم نوم العوافي. أنا بحبك يا مجنونة، وإذا ما أنك مصدقة بشرح لك. طيب تمام، بلا ما تحكي كتير، يلا استكر من عيوني. يا حبيبة قلبي. والله يا خالي أمينة أنا بحب هنيكي، يعني عن جد بهنيكي كتير. معقول لهالدرجة؟ حتى أنا ما توقعت. حلال عليكي والله. لك سمحتي لها من غير ما تعملي أي مشاكل؟ لك أنا شو بدي إلا يعني؟ لوين رايحة أو شو عاملة؟ ما في داعي لحتى أتدخل، أصلاً أنا ماني من هذا النوع. لا خلص فادية، أكيد بنتي بحالة وعم تشتغل. البنت مهتمة بشغلها. صح، إيه والله. ليكو إذا بدكن دغري وإحكي بصراحة، يعني أنا عن جد مرعوبة كتير هلأ، بس إذا بشد عليها شوي رح تنفجر بوشي وأخسرها. حالة الجنان يلي بتصيبني نفسها بتصيبها وراسة. كل حدا علقان على شعرها ليجن، المجانين محاوطينا. يا عليكي. والله مزبوط عم تحكي يا فادية، هلأ ابن أخوكي لما يجي لعنا كمان رح تكمل معنا. شو كان اسمه؟ إبراهيم، المجنون إبراهيم. كيف يعني؟ مين جاية ولوين جاية؟ يعني نحن جايين مجنون جديد على الفريق؟ اينها المخطافي، المكنة واقفة ما في ولا فيوز، هيك شي يعني، هيك وضع. فريقنا هلأ اكتمل تمام.
احذر معي، شو الشيء الوحيد اللي على هديك الطاولة ناقص؟ والله لأني مالي داهية مثلك أنتي، أكيد ما رح أقدر أحذر. لسانك طويل. كل أباطرة التكستيل مجتمعين على هديك الطاولة وناقصهم شيء واحد ومهم، أمبراطورتهم. مو معاني حياتي. أليخاندرو، أنا صار لازم روح شوف شغلي هلأ. أصحك تبعدي عن شريكك بالمرة وبتلحقوني فوراً. بصير حضرتك تطلبي مني وما نفذ؟ قدموني فوراً. الخانم نوران يانك أوغلو شرفت الطاولة. نوران خانم غنية عن التعريف طبعاً. كيف الصحة؟ الصحة ولا أروع من هيك. إيه، ما بدك تقدم لنا الأنسة لمرافقتك أنور بيك؟ لتكون الوجه الجديد للشركة تبعكم. حضرتها بتكون مساعدتي، وحالياً ما عنا وجه جديد. مع هيك أنا عندي اسم، حياة بيكتاش. تشرفت بحضرتك. تعرفي شي وين الحمام نوران خانم؟ أنور بيك، فيك تتفضل وترافق تالا خانم على الحمام؟ ألف طلب مثل هالطلب، تفضلي يا أنسة. بصراحة ما فيني أخذ راحتي بالحكي عن الناس قدام مديري. يا جماعة فينا نتمشى شوي؟ إيه أكيد. شايفك مبسوطة اليوم. والله ما في سبب لما أكون مبسوطة. أي نوران هي اللي لبستك؟ اللي ليش هالسؤال؟ ولا شيء، سؤال عادي. Love done on the mind.